أيضا على حرارة الأطفال اللي هي سخونة الأطفال. مهم قوي لما الطفل يسخن مباشرة قبل حتى ما تروحي للطبيب ان انت تعملي له كمادات عشان ما نسيبش السخونية ترفع مع الأطفال، لان ممكن تدخلهم لا قدر الله في تشنجات عصبية، وده طبعا احنا ما بنحبوش ومش عايزينه أبدا. نعمل كمادات ثلجية على اليدين وعلى الفخذين وعلى الجبهة، اليدين والفخذين والجبهة كمادات ثلجية. لو قدرنا ان احنا ننزل الطفل كاملا في دش ماء بارد يا ريت، هيبقى كويس جدا لمدة 10 دقائق، هنجد النتيجة طيبة جدا. في طريقة اخرى بالطب الصيني، ولكن يعني اعتقد ان امهاتنا مش هيقدروا يعملوها، وهي احنا بنقول اللوبيول اوف اير، او اللي هي القطعة الاخيرة من الاذن، بنعمل فيها خرم بسيط كده بإبرة معقمة وننزل نقطتين من الدم، دي بتنزل الحرارة فعلا. ولكن انا عارف ان هيكون صعب على الام ان هي تعملها، ومش هيجي لها قلب ان هي تعملها، فخلينا في الكمادات او في الحمام البارد.